ايه اهلين عمر. ليكي خالتي، انا هلا على الاغلب بحاجة محامي. طيب بيريل، منقدر نطلع حالنا من هالقصة هاي؟ رح نحاول. هدول الرجال تبع المينا كلياتهم من باعين، هن اللي اشتكوا علي. قال شو ضايقتهم؟ يشكر ربه انه الموضوع كان رح يوصل لإلا، وإلا كنت من زمان اعترفت بكل شيء للشرطة. بشو بدك تعترف فيك الوقاحة؟ يعني بدك تقلن هاجمت قاربه للزلمة؟ لا تفتح تمك، انت الغلطان. انا بعرفك من وقت اللي كنت ولد، لا تجذبها. انت من امتى بتتصرف في هي الهمجية؟ ولا انت كيف تروح لعند هالمريض وبتعلق معه؟ لك شو هاد؟ شايف هالتصرف حلو بحقك؟ يعني هذا يلي تعلمته من اختك؟ حدا طلب منك تروح تعلق معه؟ اطلع على حالتك. لك شو هاد اللي ساويته؟ لك مو قدراني استوعب انه هذا هو عمر. انا هلا شو بدي الا ليلدا؟ لسه ما اجى خالك يا بنت؟ لا ستي، وموقفتيني قدام الشباك مثل الناطور كرمال الله اتصلي فيه بقى. على اساس عم بيرد بس اتصل؟ لانه مشغول طبعا مع بنوشه. شو قلتي ام نص لسان؟ نازله حكي وقر. عم اقول انه خالي هلا. لعم اكل قتله. علي صوتك شوي لأفهم شو عم تحكي. ليكي ستي حياتي، أنا بدي روح جيب كم غرض من المحل، بجيبهم وبرجع فورا، والشوكولا خلصت بدي جيب منها. ماشي تفضل. قلي أستاذ عمر، أنا شو بدي إلا لأختك هلا؟ ما رح تقولي شي خالتي بهار، والله بتروحني. مو بس لا تحكي لأختي ولا تقولي لإلا. هلا بتقلي رحت عملت مشكلة كرمالي وأكلت قتلي، وأنا أصلاً حاسس بالذنب. إذا عرفت بقصة الخناقة رح تنقهر وتزعل. تمام. لعم شو إنك غبي؟ بتروح بتاكل قتلي كرمال وحدة غبية مثلك؟ الله لا يردك إن شاء الله، عن جد غبي. بدك تفسري هالحكي للكل مو بس لألي، فهماني؟ تيمور بلا جنان، أنت كيف بتحكي بهالأسلوب؟ أنت ما عندك خجل بنوم؟ رح أشوف الخجل على قصوره بس أحكي قدام ابنك، وأتقله بعتني مشان أبو المصاري وطلقتني مشان تكون مع هالابن الحرام. لا أنت جنيت رسمي تيمور. لعند مين جايين يا ترى؟ شو بعرفني؟ طيب بيريل، منقدر نطلع حالنا من هالقصة هاي؟ رح نحاول. في تفصيل نحنا ما شفنا، أو بالأحرى شخص، في حدا ما شفناه بوقتها، شخص ما لفت انتباهنا حتى. يمكن يكون تفصيل صغير ضل بين الأسطور وما عم يطالع صوت ويقول ليكني أنا هون، شخص قاعد بحاله يعني. يمكن ندور على هالشخص الخفي. شخص ما شفناه بعيوننا وقدر يتخبى بتفصيل صغير وما حدا انتبه له، بس هو من الأول قدام عيوننا ونحن ما كنا منتبهين لأهميته بالقضية. بيقولوا يلي بيدور بيلاقي، ونحن لقينا عاشق مهووس تأخر بالجاية على عيد ميلاد البنت المسكينة بهداك اليوم، وكان نسيان تليفونه بالبيت، ما منقدر نعرف وين كان طول الليل. وهالعاشق المهووس اللي عايش حبه بدون أمل دق على باب الضحية قبل الشرطة بثواني قليلة.